ستارت مستمر. تابعونا دايما على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، وايضا راسلونا على الايميل اللي عم بتشوفوه وابعتوا لنا افكاركم تنتبعها دايما بستارت. العديد من التحديات القانونية بيواجهوها رواد الأعمال عن تأسيسهم شركاتهم الناشئة أو حتى عند عملهم ضمن هالشركات وصولا إلى الخروج من السوق لبعض رواد الأعمال. عدة تحديات رح نبحثها مع المحامية، محامية جامعة سيد الويزي، المحامية أسماء الخازن. مرحبا ماتر. مساء الخير موريس. شكرا لوجودك معنا ماتر. بشكل بسيط وسؤال بسيط جدا الشباب دايما بيسألوه، بداية لمين لازم يتوجهوا الشباب إذا بدهم يأسسوا شركتهم بالبداية؟ هلأ طبعاً إذا عندهم مشروع تأسيس شركة بدهم يتوجهوا لمحامي لحتى لا يوجهون ويقول لهم أي نوع شركة بتناسب مشروعهم التجاري. عظيم. أي نوع من الشركات اليوم تعتقد هي الأفضل والأقرب إلى الواقع لرواد الأعمال إذا بدهم يأسسوا شركتهم؟ أكثر شركتين يعني اليوم بلبنان هن شركة محدودة المسؤولية شيميميم أو شيميم لام، شركة مساهمة بتكون إما شركة مساهمة أو هولدينج أو أوفشور. فينا ناخد شوية تفاصيل الفرق بين هالنوع من الشركات؟ قبل ما أحكي عن الفرق خليني ألفت نظر أنه منشجع على هيك شركات لأنه بيكونوا الشركة أو المساهمين مسؤولين بحد نسبة إيداعهم برأس المال. يعني إذا تنقول بدي أنا أحط 10 مليون ليرة بكون مسؤولة أبتو هالأماونت، قيمة الأموال اللي أنا عم بحطها. نعم. برأس مال هيك الشركة. عظيم. هلأ الفرق الأساسي هو أنه بالشركة المحدودة المسؤولية رأس المال الحد الأدنى لرأس المال هو 5 مليون ليرة، بالنسبة لشركات المساهمة 30 مليون ليرة. و المسؤوليات بتختلف بين هالشركتين، طريقة التداول بالأسهم بتتداول بالطريقة التجارية العادية، يعني بيع وشراء الأسهم بالشركات المساهمة أسهل من طريقة انتقال الحصص وبيعها. أوكي، بقى منشجع أكثر للشركات المساهمة. ماتر، شو المطلوب اليوم من مستندات، من أوراق، من هل في كفالة هل في لا الكلفة لرواد الأعمال اليوم بدهم يأسسوا شركاتهم؟ شو الأوراق المطلوبة بالبداية؟ هلأ الأمر بسيط، أول شيء بدهم يكونوا على القليل 3 شركاء أو 3 مساهمين، يعني 3 أشخاص بدهم يتفقوا سوا، بدهم يتفقوا على الاسم أكيد، بدنا هوياتهم، بدهم يوقعوا على نظام تأسيسي عند كاتب عدل ويودعوا، ونروحوا على البنك يفتحوا حساب لشركة قيد التأسيس. البنك بده ساعتها يصدر إفادة، بروحوا بهالإفادة مع النظام التأسيسي على السجل التجاري وبسجلوا ساعتها كافة المستندات بما فيهم الجمعية العمومية التأسيسية للشركة. بس هون جمعية عمومية، يعني عم نقول نحن مين بده يكون الرئيس، مين بده يكون المفوض التوقيع؟ بالمحدودة المسؤولية الجمعية العمومية بدها تحدد مين المدير، بتم تعيين أو انتخاب مدير. بالشركة المساهمة الجمعية العمومية التأسيسية أول شيء بتاخد علم بالتأسيس، بتم انتخاب أعضاء لأول مجلس إدارة، وبتم تعيين مفوض مراقبة أساسي وتعيين محامي. طب قديش التكاليف تقريبا اليوم لتأسيس الشركة؟ هلأ بالنسبة لبين رسوم كاتب عدل بغض النظر عن رأس المال، بغض النظر عن رأس المال، رسوم كاتب عدل مالية طوابع وتسجيل بالسجل التجاري، بالنسبة للمحدودة المسؤولية بدنا نكون تقريبا بحوالي المليونين ليرة. المساهمة أكتر شوي، 2,500,000، وبيرجع بينضاف عليهم أتعاب المحامين. في ترند هلأ صار أنه نحن منأسس أوفشورات، شركة أوفشور، وشباب صارين أنه إذا ما عم بيبيعوا خدماتهم بس للسوق اللبناني عم بيبيعوا خدماتهم لبرا. هذا النوع في بعض بيعتبروه نوع من التهرب من الضرائب بمكان معين، بعض الآخر بيقول لا، النظام اللبناني اليوم معترف بيعترف بالشركات. هو بيعترف بالأوفشور أكيد. وهلأ الأوفشور تنوضح أنه هي شركة مساهمة، أوكي، دونك هو أسهم ومساهمين، ولكن الأوفشور كل عملياتها بيفرض قانون أنها تصير خارج الأراضي اللبنانية. هلأ بتقدر تشتغل بلبنان، بمعنى بيقدر يكون عندها مكتبها بلبنان، بس يكون مالياتها بلبنان، إدارتها بلبنان، ولكن كل العمليات بدها تصير خارج الأراضي اللبنانية. يعني إذا فيني فسر هذه النقطة، يعني إذا عندها اليوم عمليات بيع وشراء ممنوع تصير بلبنان، ويمكن إدارة نعم من مكاتب ببيروت وبلبنان. ولكن إذا كان حدا مؤسس أوفشور وعم بيشتغل مع دول برات لبنان وخلى جزء من هيدا العمل بداخل لبنان يعتبر مخالف لقانون تأسيس الشركات. مزبوط. هلأ في شغلة بالنسبة لماليتهم هالشركات، ماليتهم بسيطة لأنه ضريبتهم مقطوعة بالسنة شو ما كان الأرباح اللي عم بيعملوا، أو حتى إذا في خسارة هي مليون ليرة. بالنهاية إذا بيك تنصحي رواد الأعمال اليوم قانونياً، شو معودكم هالنصيحة القانونية لرواد الأعمال؟
هلا برجع بقول لك يعني اي نوع من المخاوف، اي نوع من التحديات ينتبهوا من شو؟ اول شيء ياكدوا على شراكتهم، يعني سواء يعرفوا انه فايتين على بزنس يكونوا اكيدين وفي تراست بيناتهم. هيدي اول شغله. ثاني شغله بعدين يطلعوا لمستقبل قريب وابعد شوي اذا حابين يرجعوا يستقبلوا ناس يفوتوا معهم على هالبزنس. انا بشجع ساعتها للشركات المساهمه، لانه عم برجع اقول لك بيع وشراء الاسهم اسهل بكثير من بيع وشراء الحصص. بقى بيرجع هن القرار قالوا انه قديه كمان البيجي اللي ناويين كمان يستثمروا فيه. قديش مهم اليوم واحد ينتبه قانونيا لحمايه الملكيه الفكريه عند رواد الاعمال؟ قديش القانون اللبناني بيحمي هالافكار؟ لانه نحن دائما بنقول اي حدا عنده فكره ينزل يسجلها تكون باسمه تحميها. الفكره طالما بعدها فكره ما بتتسجل، بدها تتبلور لبروتوتايب بدهم يحطوا يعني بدها تصير اذا بدك قادرين نشتغلها على الصعيد الصناعي او التجاري. يعني صار في بروتوتايب او صار في اليوم جهاز اكيد أو في مكاتب اليوم في مكاتب مهمه بلبنان لحمايه الملكيه الفكريه وهن بيتولوا هالامر ومكاتب محامين كمان وبوزاره الاقتصاد اكيد كله واضحة. نعم المحامية أسماء الخازن، حضرتك محامية جامعة سيدة الويزي الانديو، شكرا لحضورك. أنا بدي أشكرك موريس، مرسي. قصة نجاح جديد.